أنا وأسيل بنعرف بعض من زمان. فتنا الجامعة بتخصصات مختلفة على أساس إنه كل واحد يلاقي وظيفته الخاصة. كان في عندنا حلم اللي هو يكون لنا دخلنا الخاص، لكن للأسف بعد التخرج لقينا الواقع كتير صعب. تعرفنا إحنا الاثنين على نادين، لقينا إحنا الثلاثة متشابهات في موضوع الحلم. نادين والدها مزارع، فاقترحت إنه ليش ما نشتغل في المجال اللي بيتخصصوا فيه أهلنا، خاصة إحنا مجتمعنا مجتمع زراعي في بلدة خزاعة. من هان بلشت فكرتنا بإنه إحنا نزرع إحنا الثلاثة بالثلاث دنومات اللي إحنا استأجرناهم. صراحة أول ما بلشنا كنا مفكرين إنه الزراعة إشي سهل أو بسيط، لكن الحاجة اللي ساعدتنا هي تشجيع أهلنا إلنا. بدينا بثلاث دنومات، زرعناها بازيلا وحاولنا نستفيد الأرض بشغلة تانية يعني، فزرعنا بين البازيلا فجل وخس. مشروعنا خلانا نفكر أوسع من هيك وعلى المدى البعيد، وحابة كثير أشتغل مع السيدات وأنقل خبرتي بقصة التسويق، أفيدهم بخبرتي في الزراعة اللي أنا اكتسبتها. مش سهل ومش متاح إلي دائماً أن أنا أوصل لقطعة الأرض اللي أنا متأجرها، لأنها كثير قريبة على السياسة. صار في عنا أفكار جديدة انضافت مشروعنا، حابين نحن نطبقها على أرض الواقع. كمان أخذ أراضي أكثر، لكن تكون أراضي آمنة أقدر أنا وزميلاتي نقعد فيها ونشتغل فيها بكل أريحية، ويمكن بالمستقبل نقدر ننتج خضروات مجمدة ونشتغل على أفكار كتير موجودة عندنا. في كتير أدوات بيحتاجها المزارعين في الأرض، مثلا موضوع الأسمدة والأدوية اللي بتحسن التربة، وبالتالي أنا بتحسن إنتاجي. الاحتلال مانع دخول هالقطاع، محتاجين نستكشف أسواق جديدة. لكن للأسف موضوع الاحتلال وموضوع السياج والمعابر وتحديد التنقل ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة حدد حلمنا شوي.